ايه رأيك يا احمد؟ ايه اللي بيحصل؟ لا هو عادي، هو بس ممكن يكون شوية توتر، بس احنا ان شاء الله نرجع في الماتش، ورجعنا في كذا ماتش زيه قبل كده عادي. طب جنى رأيها ايه؟ ان شاء الله هنعمل كل اللي نقدر عليه وان شاء الله نكسب. راضية؟ يعني اكيد لا، انا شايفة بصراحة ان احنا كنا متوترين شوية، بس ان شاء الله نرجع في الماتش ونعمل احسن منه. تمام، نركز شوية. وعندنا تغيير في مدرسة الزهراء الخاصة، رؤى عمر نزلت مكان هنا المسلمين. ازيك يا رؤى؟ الحمد لله. مطمنة؟ والله يعني برضو 70 مش وحشين. الحمد لله. أنا في رأيي أفضل من أداء الماتش الأولين. الحمد لله. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين لارا ورؤى، رؤى ولارا. وسؤال بعشر نقاط، معلومات عامة. والسؤال هو: إحدى محافظات الدلتا يوجد على شعارها الرسمي برج حمام، فما هي؟ سنبلتين للزراعة، ولهب عشان ثورة الفلاحين اللي حصلت في دنشواي. كفر الشيخ؟ من شوية كفر الشيخ؟ إجابة خاطئة. والترس بيرمز للصناعة. الشعار معتمد من 1955. إجابتك؟ المنوفية؟ المنوفية إجابة صحيحة. فعلا المنوفية. والحمام بتشتهر بيه قرية دنشواي. أحمد الرفاعي، عمر سامي، عمر سامي وأحمد الرفاعي. رياضة. والسؤال هو: من هو أول لاعب مصري يفوز بالدوري السعودي لكرة القدم موسم 2008-2009 مع اتحاد جدة؟ شارك في 24 مباراة وأحرز 13 هدف، منهم 10 في الدوري. أحمد حجازي؟ لا طبعاً، أحمد حجازي في 2008-2009 إجابة خاطئة. أنتوا عارفينه كويس جداً. أحمد حسن؟ أحمد حسن ما لعبش في السعودية. أيوة، مين بقى؟ عماد متعب. عماد متعب إجابة خاطئة. يا نهار أبيض، عماد متعب ده أسطورة الأهلي ومنتخب مصر. نحيي كلنا الكابتن عماد متعب. جنى ورقية، رقية وجنى، تكنولوجيا. والسؤال هو: في أي دولة يقع المقر الرئيسي لشركة البرمجيات One C Company؟ استنى هتاخد كل المعلومات. روسيا. One C Company يعني الاسم حتى One C Company يروح روسيا؟ إجابة صحيحة. مش ممكن، مش ممكن يا رقية، مفاجأة.